جلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عماد وارسل الارض بجبال الوساد، والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جتنا دعوه عزيزه وكريمه وغاليه من الشيخ حسن محمد عاجي من شمس واجبنا مشاري، نسال الله ان يبارك لهما ويبارك عليهما وان يجمع بينهما على خير. اعتزل فينا جمعان محمد ابو الراس، وان شاء الله نحن حزام الظهر وعصابه للراس وحزام وزهاء باذن الله. قدموني الصف اللي خلفي وان شاء الله ان يكفوا لما قدموني له، ورمح نخدم سيوف. جينا معنا عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى، معنا 10,000 ريال تقدمها معنا الشيخ شمل قبائل الساده الخلاويه وتوابعها، ومعنا شيخ المهداة من جمعان الى خوي وذرع جنبه مشاري. هذا وسلامتكم. سالمين، ارحب بكم في هذا الصف المجمل الذي يتقدمه والد الجميع، درعنا وذخرنا وبخرنا شيخ شمل الساده الخلاويه وتوابعها، الشيخ عطاء بن حمد ابو طاس السرلاني يطيب في عمره لنا. فمرحبا بكم يا ابو عادل، انتم معكم تفضل الله يحييك.
إبراهيم الشاعر شاعر قبائل العتوة الله يحييه. شعار جميعا اللوابة في المشاركة في حفلنا كلكم لكم حق ومرحبا بكم. سلام وتسليم الوفاء لا راعي الوفاء يا سادة المخلافة موقفكم مشرفة والعالج حسن من ربي يا رجال قدوة كل عالج. سلام وتسليم الوفاء لا راعي الوفاء يا سادة المخلافة موقفكم مشرفة والعالج حسن من ربي والشاعر اللي يوم وقف وقفته كانت جلال ما هو يهم القافية ولا يهم اوزانها يا هاجسي هات الجزايا لا تعذر باي حال انا بجنبك شيخها وانت معي شيطانها خلوني احكي بالشعر ما دام بجالي مجال انا وسط راسي جنون ما نبيع عصيانها خلوني احكي بالشعر ما دام بجالي مجال انا وسط راسي جنون ما نبيع عصيانها يا مرحبا ترحيب تنترقى على رؤوس الجبال ترحيبها اثقل من جبال الضوين في ميزانها يا مرحبا بالليل فات الحيب من وسع بال مصدورنا لضيوفنا ما تنقفل بيبانها وقفت وانا كفر الموقف ومن خلفي رجال مثل الجبال الشاهد
الله ذرية الحجر وديانها، اخواني اللي للخوي وربهم حسن المثال، القوة اللي للعدا نار على عدوانها، ابوي ربنا على التقوى ونهج الاعتدال، ما نتبع دروب الردى ولا نحب اوطانها. واليوم لحن الشعر وقفت واعطوني مجال، انا وسط راسي جنون ما نبيع صيانها. شيلة ترحيبية بهذه المناسبة.
الأفراح على الشايب وعلى الصبية كل عارج وشيخكم عرف وتهنيتنا لك من شهر اليوم واجبة.